لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، تشكر كل رعاة هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة وأيضا شركائها: وزارة الثقافة والفنون، الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. افتتاح مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي في طبعته الرابعة من طرف إن حضور التجارب السينمائية في مهرجان عنابة ومن مختلف الدول المشاركة إلى جانب الأسماء اللامعة في صناعة الفن السابع ومع الخبرات الكبيرة، كل ذلك سيساهم في تعميق حالة التثاقف والتجسير في العلاقات والتبادلات الثقافية والفنية بين الفاعلين والمبدعين في الصناعة السينماتوغرافية، وهو التوجيه الرشيد الذي ما فتئ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يؤكد ويحرص عليه من خلال تشجيع مرافقة المبدعين في هذا الفن الاستراتيجي والممتع في الوقت ذاته. هذا المهرجان ولد كبير في الثمانينيات، واليوم يعود برؤية جديدة. هذه الرؤية يواكب معها التطور الذي يعيشه العالم السينمائي اليوم. قررنا أن نصنع مهرجان يكون فيه عامل الفرجة والتميز والتنافس هو الأساس أكيد، ولكن أيضا عامل أساسي تراهن عليه الجزائر اليوم وهو عامل الصناعة السينماتوغرافية، وهو رهان كبير تضعه الدولة.